طبعا هو التقرير ظهر فعليا يوم الخميس، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشكورة يعني أصدرت بيان صحفي وشرحت فيه جوانب هذا التقرير. لكن أنا بشكر حضرتك إنك يعني من أوائل البرامج التي تصدت لهذا الموضوع المهم جدا، وهو إلقاء الضوء على ما حققته مصر في تقرير التنمية البشرية. أيوة، تقرير التنمية البشرية بيصدر عن الأمم المتحدة، وطبعا مفيش جهة أكثر حيادية وحوكمة من الأمم المتحدة. ومن هنا القيمة، وطبعا من ناحية القيمة بكل تأكيد. نعم. هي جهة لا تجامل أحدا، لا تجامل دولا، وإنما تتعامل مع أرقام وواقع مجرد واقع دراستها لحالات الدول المختلفة. أيوه. التقرير ده بيغطي العام 2021، عشان نعرف بس صعوبة هذا التقرير في هذا العام. أيوه. يكفي ان احنا نقرا العنوان بتاعه، يعني كل تقرير في كل سنه هو بيصدر من سنه 1990. نعم. يعني ده التقرير رقم 32 بيصدر سنويا. نعم. هذا العام اختارت الامم المتحده عنوان لهذا التقرير. لسه هسال حضرتك، هم اللي مختارين هذا العنوان؟ هم اللي مختارين، ودايما بيحاولوا ان هم العنوان يعكس حاله العالم في السنه اللي تم اعداد التقرير فيها. نعم. اتفضل كده العنوان. إن عنوان هذا التقرير زمن بلا يقين وحياة بلا استقرار. أيوة. ده طبعا عنوان معبر جدا جدا عن الظرف القاسي اللي تم إعداد التقرير فيه في 2021. أيوة. اللي الدول كانت ما زالت تعاني من تداعيات جائحة كورونا. أيوة. والظرف القاسي ده هو اللي تسبب في إن 90% من دول العالم مؤشراتها في هذا التقرير انخفضت في عام 2020 و2021. أيوة. ومن الجميل ومن الأشياء التي تدعونا جميعا لأن نفخر ببلدنا أن مصر كانت من الدول 10% الاستثناء، اللي هي مؤشراتها ارتفعت. مؤشر التنمية البشرية في مصر ارتفع 19 مركز في 2021. كنا رقم 116 على العالم. نعم. أصبحنا 97. وطبعا دي ليست نهايه المطاف. احنا سعداء ان احنا تقدمنا 100 يعني 19 مركز، واصبحنا من الدول القلائل جدا اللي شهدت ارتفاع في هذا المؤشر، رغم ان 90% من دول العالم شهدت انخفاض بسبب تداعيات الجائحه والظروف الاقتصاديه المختلفه التي مرت في العالم. الا ان مصر الحمد لله بفضل الجهود اللي بتقوم بها الدوله المصريه في النهوض. الو الو سيد سفير، الو. طيب نحاول كده نتواصل تاني مع سيد سفير نادر سعد، لانه مهم جدا حضراتكم كمان تعرفوا اللي هم حطوه في الاعتبار، وهم علشان مصر تقفز ال 19 مركز ده حطوا في الاعتبار ايه. لانه يعني لما ناس تيجي تكلمك وتقول لك ايه هو يعني موضوع حياه كريمه ده مش ممكن يتاجل شويه، ده موضوع حياه كريمه ده اتحط في الاعتبار، وهو ده كان من سبب من ضمن الاسباب لقفز ال 19 مركز في تقرير التنميه البشريه العالمي اللي كان بيكلمنا عنه سيد سفير نادر سعد. هل ده رجع لنا سيد سفير؟ الو الو سيد سفير. عفوا يا فندم، عفوا التليفون فصل. طيب كنت لسه بقول للسادة المشاهدين سيد سفير انه المعايير كانت ايه، كان محطوط ايه في الاعتبار الاسباب اللي خلتنا نقفز ال 19 مركز دول؟ الاسباب الرئيسية اللي خلتنا نقفز 19 مركز هو الارقام التي انفقتها مصر على مجالات التعليم والصحة والارتقاء بحياة المواطنين، زي مبادرة حياة كريمة وما تستهدفه من تحسين جودة الحياة ل 60 مليون مواطن. كل هذه العوامل أخذها التقرير في اعتباره، وبناء عليه صعدت مصر هذا الصعود. والصعود ده زي ما بقول لحضرتك، ما يسعدنا في هذا الصعود أنه بيأتي في ظل يعني وقت صعب جدا يمر به العالم. نعم. و90% من دول العالم مؤشراتها بتنخفض، لكن مصر بترتفع وفقا لهذا التقرير المحايد الذي وضعته او تشرف عليه وتجمع كل ارقامه ومستهدفاته الامم المتحده.
ففي ظل هذه الظروف الصعبة مصر بترتفع بفضل الإنفاق على التعليم وبفضل ما أحدثته من نقلة في تطوير القطاع الصحي والمبادرات المختلفة التي تم تدشينها، مبادرة القضاء على فيروس سي، مبادرة 100 مليون صحة، وما قامت به مصر أيضا في مواجهة جائحة كورونا، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية كلها، ومبادرة حياة كريمة بكل طبعا جوانبها المختلفة. كل هذه الجهود التي قامت بها الدولة مكنتنا وجعلت مصر ترتفع 19 مركز. عايز أربط ده بما حدث من رقم مهم جدا حققته مصر ولم يتحقق منذ 15 عام، وهو معدل النمو في العام المالي 2021-2022. مصر حققت معدل نمو 6.6% معدل نمو. هذا الرقم هو الأكبر منذ 15 عام. منذ 15 عام لم تحقق مصر هذا الرقم، وهذا الرقم يتحقق رغم أن الربع الأخير من العام المالي اللي حققنا فيه 6.6 هو الذي شهد بدايات الأزمة الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها السلبية جدا على العالم. يعني رأي لو ما كانش لولا هذه الأزمة كان معدل النمو هيرتفع أيضا عن 6.6. نعم. طيب لما نضع يعني أو ننظر إلى الرقم النمو اللي حققته مصر ولم تحققه منذ 15 عاما اللي هو 6.6%، وننظر إلى تقرير التنمية البشرية، أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة اللي بيقول مصر تقدمت 19 مركز وحققت الشيء لم يحققه سوى 10% فقط من الدول اللي هي ارتفعت مؤشراتها. ده يدل على أن هناك مجهود يبذل وهناك قرارات وسياسات ناجحة، ولأن الأكيد الأرقام دي ما تحققتش من فراغ. أكيد طبعاً. الأرقام دي وراءها سياسات ناجحة بتطبق وقرارات بتتخذ وتخطيط علمي مدروس هو اللي قادنا في النهاية أن احنا مؤشراتنا بترتفع. مؤشراتنا الدولية وفقا لتقرير التنمية البشرية. وأيضا نحقق على المستوى الداخلي معدل نمو لم يتحقق منذ 15 عام، وده بيرد على كل حملات التشكيك المثارة حاليا حوالين يعني وضع الأرقام خير دليل زي ما بنقول. ويعني ما فيش التقرير التنمية البشرية، نحن لسنا طرفا فيه. كل ما نقوم به ان احنا الأرقام اللي بتطلب مننا او الوثائق اللي بتطلب مننا الأمم المتحدة تقدمها بنقدمها. وهي يعني الأمم المتحدة تمتلك من الإمكانات انها تستوثق من الأرقام وتتأكد من أنها يعني ذات الأرقام الحقيقية. فبناء عليه هذا التقرير المحوكم أثبت أن مصر حققت تقدما في على صعيد التنمية البشرية في هذا البلد. فكل الشكر لكل يعني مصري مخلص ساهم على مدار الأعوام الماضية في يعني أن يدفع بهذا البلد قدما. شكر موصول أيضا لمعالي رئيس الوزراء الحقيقة على المجهود اللي بيقوم به، ده حق وليس نفاق الحقيقة سيد سفير.